أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نطرقوا الموضوع جد مهم، ألا وهو عادة تضيع الوقت عند بعض الأشخاص وعدم إدراكهم بأهمية الوقت. الوقت كالسيف طبعا، إن لم تقطعه قطعك. الشيء المهم في الوقت والجميل في الوقت أن هناك عدالة، فالوقت هو نفسه. كلنا عندنا 86400 ثانية، هذه 86400 ثانية عند الغني وعند الفقير، عند الضعيف وعند القوي، عند الكبير وعند الصغير، فهو نفسه. يعني لو أنك أنت بقالك شوية الوقت وبغيت تديه لبنك معين تقول لهم الله يخليكم خليوا عندكم شوية الوقت، ما يمكنلكش. بغيت تشري شوية الوقت، ما يمكنلكش. فإذا دائما خاصني يكون عندي تعامل ذكي مع الوقت ونعرف كيفاش نسيره بشكل جيد. هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه بأنه لا تزول قذب عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، إلى آخر الحديث. وهذا تبين أهمية التسيير الجيد للوقت. دائما تنقولها الوقت خاصه يتسير بهذا الشكل على أساس أنني نحترم باش يكون عندي توازن 6 ديال المكونات غادي نقولهم. الأولى خاصني يكون عندي وقت فيما يخص العائلة، ثانيا خاصو يكون عندي وقت فيما يخص الصحة وفيما يخص الرياضة، ثالثا خاصو يكون عندي وقت فيما يخص حياتي الشخصية، أي الوقت الذي ندوزه مع الزوجة ديالي أو مع الزوج ديالي، رابعا خاصني الوقت اللي تنديه في العمل ديالي واللي تنربح منه، طبعا اللي تيكون عندي منه العفاف والكفاف والغنى عن الناس، خامسا الوقت اللي أنا تنديره طبعا في حياتي الروحية، يعني في الدين ديالي وفي الحياة الروحية باش يكون هناك توافق ما بين الجسد والروح. وسادسا الوقت المخصص للهوايات وتطوير الذات، هادو كلهم مهمين. وطبعا ما خصش يكون مكون تيمشي على الآخر، فخص نحاول دائما نوازن. وفي حياتي الأسبوعية نوقف مع نفسي ونتحاس معها فيما يخص الوقت اللي أنا خصصته لكل مكون، فربما غادي نلقى بأن كاين الضوء الأحمر شاعل في شي مكون باش نهتم به ونخصص له وقت، يعني وما نخليش أن هذاك المشكل يصبح مشكل في حياتي. غادي نقول لكم دائما الوقت حاولوا ما أمكن أنكم تسيروه وتعلموا وليداتكم كيفاش ينظموه، لأنه أحد أسباب النجاح. وما تنساوش سلوكك يحدد قدرك.